الناس، هذا ماشي خير. لا 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 تصحيح، ماشي نصب هذا. لا لا ماشي تصحيح. انا لا سمح لي، سمح لي ولدي. ماشي نقول لك علاش. وبلاتي دابا العروسه الحقيقيه هي اللي ما جاتش. الحقيقيه ما جات وبغاو داك ما يصلح لي. حافظوا على ما الوجه. لا 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 ما بغيتش انا يصلح لي. واه لا ما يصلح لي، ما يصلح ليش. واه ما عرفناش علاش، اقسم بالله ما عرفنا علاش. انا نفس العام وهي عندي وكانت جات حاضره في جات حاضره في الصحافه الاولى فاش جينا الصحافه جاو عندنا الصحافه بنفسها كتقول لك انا راضيه وكنقول لها قدام الناس كنقول لها انا راضيه عايشه معكم في الدار هي نعم سيدي عام عام وهي معنا ما عمري توقف دير هذا الشيء شفنا دارك علاش ما جاتش انا الله اعلم هي بحال بنتكم بحال بنتي بحال بنتي اقسم بالله الا دايره بحال بنتي مع 12 ونص كنقول لك مع 12 ونص ديال الصباح تواصلت معها عادي جدا كتوجد حاليا طفاو التليفونات كاملين كلشي طبيعي المسؤولية الأولى كنقمل الأم والأخوات ديالها لأنهم كانوا رافضين يقدر لأنهم كانوا رافضين أنها تتزوج بشخص مدوي الاحتياجات الخاصة أو كما كيقولوا هما شخص عوج اتصلت بها مع 12 ونص لا هضرت معايا مع 12 ونص قالت لي انا كنوجد ثلاثة غادي نكون عندك درت ديك ثلاثة جيت لهنا راكم شفتوا انا معاكم من ثلاثة وانا معاكم طفاو التليفونات كاملين بس لا كل شيء طافي التليفونات كاملين هو اللي عندي طافيين خاص بالخضرة من ناحية كلش من ناحية كلش انا المرة ما كتجيكش في الوقيته اللي انت فرحان واللي انت موجد ومن ناحيه اخرى انك كتجي كتفاجئ بالجروب اللي قلتي هما اللي ساندوك وقفوا معك جايبين عروسه اخرى وحاجه واقعه ما يمكنش تبعو التليفون جميع الارقام اللي عندي طافيين بطبيعة الحال راه مراتي وكنبغي نعرف بطبيعة الحال. شنو الإحساس ديالك دابا؟ إحساس ديالك؟ حاجة راه ما لأن جينا بطبيعة الحال لأن جينا لقينا عروسة أخرى كتوجد قال لك مراتك كاينة راه جات مي جيت عند النقافة لقينا بنت أخرى ما عمري عرفتها فسولوها قال لك مصطفى باريك منظم الحفل هو اللي جابها ما وقعش بنتي حرام واش وقع شي حاجه بيننا وبينك اقسم بالله الا حسب اكثر من بنتي عندي بنت واحده حتى الثانيه كنا متفقين بان عندنا نهار جوج في الشهر كنا جينا لهنايا ودينا الصحافه وجاو المنابر كاملين وحضروا سيدي كل شيء بانها راضيه وبيتها راضي نعم الله اعلم. لا السؤال اللي بغينا نطرحو واش كاين العقد بيناتهم؟ كاين سيدي كاين هو في التليفون. هو مصور في التليفون. العقد عقد حلال عقد حلال سيدي. انا ما دخلتهاش بعد الحرام انا كنت بغيت الحرام سمعوا لي انا كنت بغيت الحرام مني وقع هادشي وجبرت عروسه اخرى غادي نمشي ونديها ونتفاهم معها نقول له اجي انت اللي مدخلها راني قدا عاد نخليها تدخل. انا ما كناخذش الحرام. واش هي ما جاتش ولا عروسه اخرى؟ جات عروسه اخرى جابوا عروسه اخرى بلاصتها. عروسه اخرى هي كانت تبان مع السيد. واه. جابوا عروسه اخرى جبرنا عروسه اخرى كتنقف. انا قالت لي النقافه ها هي جات عروستكم. قلت لها بنتي واش نشوفها؟ قالت لي مرحبا. فاش قلت نشوف قلت لها فينا هي؟ قالت لي هذيك. فاش جيت رقبت عليها قلت لها بحال هكا قلت لها لا هذه ما عروستيش انا. واش انا البنت عايشه معنا عام وما نعرفهاش. نعم. ومكاتبين وكنت جابوا واه ومكاتبين بالعقد. ضافين التليفونات ديالهم لا كاين العقد هو في التليفون ديالو واخا بلاتي فاش كنتو كتستعدو هي كانت قابله ولا رافضه هاد الله قابله سيدي راه كانت في الصحافه كلشي حاضرين راه كانت قابله وباينه وهو عنده كلشي والصحافه كانوا حاضرين معايا بالنسبه عمليه نصب احتيالي انا نصب احتيال ماشي النصب هذاك مهما بلاتي انت عاطين الكمره وجيبوا الكمره واش داخل في الحرام ولا ماشي في الحرام
ولا في الحالة هذا هضر معايا انت جاوبني. كنتسنى سيدي الا كان شي اللي يعسقني الامن يجي. دابا انتوما واه 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 مؤثر على الامن يجي غديروا مسطره قانونيه. مسطره قانونيه يجيو من هنا يديو هذيك بعد هذاك اللي جابها وهذيك اللي داتها وهذيك. علم هذوك اللي جابوا قالت شي واحد المنظم شي واحد منظم قال لك غادي تلاخر. جينا منتزه لاله هذه جوج مرات ولا كتجي منتزه كنغسل شوفها بنتي اقسم بالله كنغسل من جيبي ما كنقول له عطيني ما كنقول له شي حاجه.